باسم الجمعية البحرينية للشفافية أرحب بكم وأرحب بجميع الحضور، الأخ جمال، الأخ عبد الهادي، كريم، محمد، نزيهة، محمد، علي، سعيد، أبو غسان، نورة، فيصل، وأرحب بالأخوة اللي بينقلون لنا النقل مباشرة. في البداية احنا عندنا كلمة عن موضوع حوارنا الليلة، ورايحين نعمل اتصال مع صحفي هشام علام من مصر، وصحفي آخر اسمه مصعب شواكبة أو شوابكة شوابكة من الأردن حول نفس الموضوع. هم صحفيين شاركوا في استقصاء الخاص بوثائق بنما. حلقتنا هذه الليلة حول وثائق بنما ودور الملاذات الآمنة في انتشار الفساد. تعريف الملاذات الآمنة: الملاذات الآمنة هي تلك الأمكنة التي تحمي الشركات أو الأفراد وتساعدها على التهرب الضريبي، وهي منطقة تفرض بعض الضرائب أو لا تفرض أي ضرائب على الإطلاق، وتتمتع هذه المناطق بأنظمة مصرفية وبقوانين صارمة جدا في الحفاظ على بيانات الشركات وبسرية عالية لحسابات عملائها الأجانب، ولا تفشي هذه البيانات والمعلومات لأي جهة في العالم بما فيها الدولة نفسها، وبذلك تساعد عملائها على التهرب من الرقابة والمتابعة والمحاسبة في بلادهم الأصلية. من أهم الملاذات الآمنة، سيد هذه لو تحرك فوق هذاك من الكمبيوتر، اعمل له تحريك من فوق لتحت عشان ما يصير. ايه اوكي، يعني خليك وياي، ها روح فوق روح فوق. من أهم الملاذات الضريبية الآمنة في العالم، هناك حوالي تقريبا 20 ملاذ آمن، منها جزر الكايمان وبنما وهونغ كونغ ونيفادا. ونتطرق الآن إلى أوراق بنما. هي مجموعة من الملفات التي تخص شركة محاماة وتأسيس تعمل في استشارات تسمى موساك فونيسكا في بنما، وتختص هذه الشركة في تأسيس الشركات نيابة عن عملائها من جميع أنحاء العالم. هذه الوثائق التي تم الإعلان عنها قبل فترة تخص عمل هذه الشركة لمدة 40 سنة، من 1977 حتى 2015. سرب هذه الوثائق أحد الأشخاص غير المعروفين حتى الآن، بالنسبة للجريدة الألمانية معروف. وقدم هذه الوثائق التي تصل إلى 11.5 مليون ملف، تقريبا 2 مليون تيرا حسب ما يتكلمون، قدمها إلى الصحيفة الألمانية زود دويتشه سايتونغ، التي وجدت أن حجم هذه الوثائق يتجاوز إمكانياتها في تحليلها والكشف عما تحتويه. لذلك استعانت باتحاد الصحفيين الاستقصائيين العالميين وشركة لإعداد برنامج حاسب آلي لتحليل هذه المستندات حسب ما تحتاج إليه في عمليات البحث والتقصي. شارك في العمل على تتبع هذه الوثائق حوالي 100 صحفي استقصائي حول العالم، منهم بعض الصحفيين العرب، وأشهرهم الصحفي هشام علام اللي راح نستمع إليه بعد تقريبا يمكن ربع ساعة، الذي كذلك الصحفي الأردني مصعب الشواكبة، وهو أيضا من أصدقاء الجميع وسوف نستمع إليه أيضا. تكشف هذه التسريبات كيفية استخدام الشركات التي تم تأسيسها في بنما في تسهيل الرشوة وتحويل عائدات صفقات الأسلحة والتهرب الضريبي والاحتيال المالي وتهريب المخدرات، كما توصلت نتائج تحقيقات اتحاد الصحفيين الاستقصائيين إلى تورط بعض المسؤولين والسياسيين حول العالم، بلغ عددهم تقريبا 140 شخص، بعضهم لا زال على قمة الهرم السياسي في دولهم، ومن هذه الدول والأشخاص رئيس الوزراء في المملكة المتحدة ورئيس وزراء أيسلندا الذي قدم استقالته بسبب فضيحة أو ورود اسمه بحكم معاملات تتعلق بزوجته. وتنتقل هذه لجميع الدول، منها سياسيين سابقين وحاليين في العراق وبعض الدول العربية، كما تم تسريب تفصيل حسابات أقارب بارزين للرئيس السوري بشار الأسد ونجل الرئيس المصري حسني مبارك.
فيما لي هذه نقطة أو صورة، رجع للصورة سيد، هذه اللي فيها موقع البحرين، أي روح فوق هذه اللي طوفت، أيوة هذه يبين أن البحرين جزء من هذه الدول. تشوفون النقاط الموجودة في حول خارطة العالم، تحط الكيرسر اللي موجود على موقع الصحفيين الدوليين، يبين لك كل دولة ونفس المعلومات اللي تدخلوا أو لهم علاقات في هذه العملية. ثالثا، دور الملاذات الآمنة في الفساد. تلعب الملاذات الآمنة دور رئيسي في إخفاء الأموال عن أعين الجهات الرقابية في الدول التي سرقت منها هذه الأموال، سواء كانت ناتجة عن عمليات فساد أو تهريب ضريبي أو عمليات يجرمها القانون، مثل بيع المخدرات والجريمة المنظمة وإلى آخره. هذه صورة لكيفية عمل التنقل، انزل تحت، لكيفية عمل فتح الحساب وكيفية إخفاء الأموال وإلى آخره. تبدأ مثلا من الزبون، عنده أي زبون كان، شركة أو شخص أو إلى آخره، عنده أموال يبي يخفيها، يتواصل مع أحد البنوك اللي هذه على مثلنا في بنما، يتواصلون مع بعض الشركات اللي من ضمنها موسكا. موسكا تقوم بعملية فتح حسابات باسم تأسيس شركات ووهمية بأسماء من أشخاص هم يتعاملون معاها، المدير السابق أو الشخص السابق اللي أمر أو تعامل مع الشركة هذه بفتح الحساب يقوم بعملية تحويل الأموال اللي تصل إليه من طريق رشاوي أو إلى آخره. تعتبر هذه الشركة موجودة في بنما بشكل رسمي، ولكنها في الدولة اللي سرقت منها هذه الأموال طبعا ما في أي تواصل أو معرفة للجهات في الدولة اللي سرقت منها الأموال لمعرفة كيف تحولت هذه الأموال وإلى آخره. في رسالة إلكترونية احنا على تواصل في الشفافية مع اتحاد الصحفيين الاستقصائيين، رايحين ينشرون أيضا معلومات وبيانات عن شركات وصناديق استثمارية في يوم 9 مايو، اللي هو بعد 4 أيام تقريبا أو بعد 5 أيام. تعتبر هي أكبر وأضخم من المعلومات أو الوثائق اللي تم تسريبها في المرة السابقة، وتشمل جميع الملاذات الآمنة من هونغ كونغ إلى نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية. رأي الشفافية الدولية، رابعا رأي الشفافية الدولية في هذه الوثائق. الشفافية الدولية وعلى لسان رئيسها خوسيه يعتقد أو يطالبون أنه يجب أن يكون واضحا بأن الشركات الخارجية التي تم تأسيسها بهذه الطريقة هي شركات ليس قانونية وتمارس أعمال إجرامية وجنائية، وأن عدم الشفافية والتحتيم على البيانات تعتبر مشكلة قد ولدت هذه الممارسات الخاطئة. أن استخدام هذه الشخصيات الاعتبارية لأغراض إجرامية مثل غسيل الأموال والفساد والاحتيال والتهرب الضريبي يجب أن يتوقف من وجهة نظر الشفافية الدولية. والشفافية تتحرك على هذا الموضوع، وسوف تقوم بطرح الموضوع في مؤتمر راح يعقد هذا الشهر في المملكة المتحدة، وأيضا راح تطرح وجهة نظرها ومطالباتها في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد. وللمصادفة هذه السنة تم الإقرار طبعا من قبل سنة بأن يعقد في شهر ديسمبر في بنما في ظل الفضائح أو اللي طلعت من الأخبار. استعمل الشفافية الدولية مع الشركاء على اتخاذ إجراءات حاسمة لإغلاق مثل هذه الثغرات التي يتم استخدامها من قبل الفاسدين في أنحاء العالم. وبالمناسبة أيضا كشفت هذه الوثائق عن تورط للأسف الشديد رئيس مجلس إدارة فرع الشفافية الدولية في تشيلي، حيث ورد اسمه ضمن الوثائق السرية لأحدى الشركات، مما استدعى أن تتدخل الشفافية الدولية وتطلب منه. فعلا قدم استقالته في اليوم الثاني، وبناء عليه أصدرت الشفافية. وإحنا شملنا هذا الموضوع في البحرين لجميع رؤساء مجالس إدارات فروع الشفافية الدولية في خلينا نقول إجراءات واحتراز وكشف أكثر وأوسع عن عما نمتلكه في دولنا، وإذا كنا نحن مشاركين في شركات أو إلى آخره. تؤكد الجمعية البحرينية للشفافية أن الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
والتي تنص على إصدار قانون لإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، وإصدار قانون حماية الشهود والمبلغين، وقانون حق الحصول على المعلومات، واعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، سوف تساعد على الحد من الفساد بشكل عام. في هذا اليوم اللي احنا نتكلم فيه، أطلقت الشفافية الدولية تقرير جديد سمته باروماتر الفساد في الدول العربية، وهي دراسة مسحية شملت تقريبا 8 دول من الدول العربية، هي لبنان وفلسطين واليمن ومصر والسودان والمغرب والجزائر وتونس. بيّنت هذه الدراسة أن هنا من رأي الناس، طبعا عملوا استفتاء، أن 61% من الناس تعتقد أن الفساد قد زاد في عام 2015 مقارنة بعام 2014، وتركز الفساد في الرشاوي من وجهة نظر اللي تم أخذ وجهة نظرهم. والرشاوي كانت تقدم في الخدمات التالية للأسف الشديد: المدارس الحكومية، يعني ما يدشون المدارس إلا بدفع رشاوي، المستشفيات الحكومية وهي تتعلق بأغلبية الناس خاصة في الدول اللي تطرقنا لها، مصر والسودان وإلى آخره، وإصدار بطاقات الهوية مثل الجوازات أو البطاقة الانتخابية أو التصاريح أو الخدمات الأخرى، وأيضا في الشرطة والمحاكم. في هذه المناسبة اليوم، بمناسبة 3 مايو يوم الصحفيين العالميين، نبارك للأخوة الصحفيين في البحرين والجميع الصحفيين في أنحاء العالم بمناسبة هذا اليوم العالمي، ونؤكد على الدور المهم الذي يقوم به الصحفيين في كشف العديد من الممارسات الخاطئة ومنها ممارسات الفساد، ونؤكد على إصدار قانون عصري للصحافة تشارك في إعداده منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، ونشير إلى أن الإخوان في مجموعة بحرين 19 تشارك معنا هذه الحلقة الحوارية، سوف تلقي على مسامعنا كلمة، وسوف تقوم بتصريح بتكريم أحد الصحفيين. شكرا لحسن استماعكم، واستأذنكم الآن بالاتصال بالأخ هشام لأنه قاعد ينتظرنا، وبعده مباشرة راح نتواصل مع مصعب. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا. الأخ هشام معاك، الأخوان قاعدين يستمعون إليك، إذا ممكن تتفضل بمداخلتك أكون شاكر إليك. تفضل قول اللي عندك، يستمعون إليك الأخوان. ايه هي النقاط اللي حضرتك تحب نتكلم عنها؟ والله اذا عن دورك في عن الوثائق واهميتها او دورها في كشف الفساد، ودوركم كصحفيين واللي عملتوه بدون ما نتطرق الى اسماء من الدول العربية يكون افضل. اوكي. بالبداية انا كنت واحد من ضمن فريق محققين، كانوا في البداية حوالي 80 صحفي، وقع الاختيار عليهم ليكون النواة الأولى لفريق التحقيق. البداية كانت تقريبا في يوليو الماضي 2015، وتم عقد اجتماع مصغر في ميونخ في مقر صحيفة سويد دويتشه زوتينغ الألمانية، وهناك تم الاتفاق على آلية العمل وطريقة التواصل فيما بيننا وكيفية التأكد من صحة المعلومات الواردة في الوثائق. وبعدها بدأ كل صحفي يعود إلى موطنه ويقوم بتشكيل الفريق الخاص به. كان معنا كبريات المؤسسات العالمية منها بي بي سي والغارديان والموند وتلفزيون اي بي سي الاسترالي وغيرها، وتم تحديد ساعة الصفر المتفق عليها 3 ابريل 2016. تم تعديل التوقيت عدة مرات ليتناسب مع ظروف خاصة ببعض البلدان، وسبب آخر بعض الاحتياطات الأمنية. الجزء الخاص بي، أنا كنت مسؤول في منطقة الشرق الأوسط عن مصر وعن بعض البلدان العربية. كشفنا في المرحلة الأولى عن المستوى الأول من التسريبات الخاص برؤساء الدول ورؤساء الحكومات والحكام والملوك
ولاحقا سيتم الكشف عن نافذين في حكومات وشخصيات عامة ورجال أعمال، سيتم الكشف عن ذلك قريبا ربما في 9 من مايو الجاري، سيتم الإعلان عن القوائم كاملة، ولكن دون الإفصاح عن هوية الوثائق لأننا سنكشف عنها لاحقا. ماذا أيضا؟ أي معلومات تحب تضيف على الأخوان قاعدين يستمعون فيما يتعلق بطبيعة الوثائق السابقة اللي نشرت؟ الوثائق كانت جميعها تخص شركة موساك فونسيكا، وهي شركة بنمية متخصصة في تقديم الاستشارات القانونية لعملائها الراغبين في تكوين وإنشاء شركات أوفشور في جنات النعيم الضريبي حول العالم، وكانت تقوم بتقديم النصائح والتسهيلات سواء بالإنابة أو بالتوكيل في تسجيل هذه الشركات أو في إدارتها في بعض الأحيان. الوثائق التي تحصلنا عليها هي المراسلات التي كانت تتم بين عملاء موساك فونسيكا وبين الشركة وإداراتها المختلفة، كانت تضم أيضا ملفات بي دي إف وجوازات سفر وعقود بيع وتفويضات وفواتير خاصة ببعض التعاملات المالية وما إلى ذلك. عن البحرين ما في شيء. أتي بسرعة البحرين. تفضل يا سيدي. بس أنا إذا أنت بحكم وجودك في بلد عربي، هل شكل مشاركتك في هذه العملية خطر عليك مثلاً؟ أنا لم أسمع السؤال، عفوا. هل شكلت خطورة عليك وجودك في بلد عربي وحياتك؟ الصوت بعيد جدا، لا أستطيع الاستماع إليكم، عفوا. هل شكلت مشاركتك في الكشف عن هذه الوثائق وعن هذه الأسماء خطورة عليك كونك عربي وعايش في دولة عربية؟ أعتقد نعم، هناك بعض الخطورة من المضايقات أو الملاحقات الأمنية، وليست بالضرورة أن تكون طوال الوقت من قبل الحكومات أو الأجهزة الأمنية، ولكن أحيانا من بعض الأشخاص الذين نكشف عن تورطهم في قضايا فساد أو تهرب ضريبي أو إخفاء أموال عن أعين السلطات، ولكن قمنا باتخاذ بعض التدابير الوقائية من بينها تسليم القوائم والمستندات كاملة لمجموعة من الزملاء في عدد من البلدان بحيث يتم نشرها كاملة في حالة تعرض زميل صحفي في بلده لأي من المضايقات أو الظروف الطارئة. هذه هي الآلية الوحيدة للتأمين الشخصي التي نستطيع أن نحتكم إليها. الأخ هشام، هل كل الأسماء الواردة في الكشوف هي متهربة ضريبيا أو فيها أعمال فساد، ولا هي أيضا شركات مسجلة قانونيا؟ نعم، هي بالتالي لأن الوثائق التي بحوزتنا تتعلق بشركة قانونية أو تقدم خدمات قانونية، فبالتالي هي موثقة وقانونية، لأن بيزنس الأوفشور هو بيزنس شرعي وعمل مشروع ومقنن في عدد من البلدان، منها بعض البلدان العربية مثل الإمارات وبعض البلدان الأوروبية مثل سويسرا وبريطانيا. فامتلاكك أو تأسيسك لإحدى شركات الأوفشور هو ليس عمل غير قانوني أو غير شرعي، ولكن ما نتحدث عنه هو إخفاء هذه الأموال فيما يخص الشخصيات العامة أو ما نسميهم البيبس الـ exposed politically exposed persons أو الأشخاص ذوي الحيثية السياسية الذين قد يشتبه في تحصلهم على هذه الأموال أو تجميع ثروات بشكل غير شرعي وإخفائها عن أعين السلطات. معناته أن ليس كل الشركات الواردة في الكشف هي شركات فاسدة أو من أموال فاسدة. لا نستطيع أن نجزم أنها فاسدة ما لم نتحقق عنها، والعدد الوارد
في تسريبات ضخمة جدا، أكثر من 250 ألف شركة، وبالتالي يصعب علينا نحن كمجموعة صحفيين أن نحصر هذا أو نجزم بذلك. لذلك اقتصرنا فقط في عملية الكشف عما استطعنا أن نتوثق منه بنسبة 100%، أما الباقي فنتركه للرأي العام ولجهات التحقيق. بس ما تعتقد هذا بيكون في إساءة لسمعة هذا الأشخاص؟ يعني أنت بإخراج الأسماء والشركات وأصحاب هذه الشركات قد تكون أموالها نظيفة وسجلت لأن كما قلت تسجيل قانوني، صحيح تذكر فيها أسماء معينة، قد يساء الفهم بأن هذا الشخص متهرب ضريبيا أو هذا الشخص سارق أو هذا الشخص فلوسه جاية من مكان خطر، فما تقول أن أنتوا أسأتوا في الحقيقة الأشخاص ولا؟ نحن لا نصم أو نتهم أي شخص، وقبل أن ننشر هذه الأسماء وأسماء الشركات سوف نذكر ونوضح تماما أننا لا نوجه أي اتهام لهؤلاء الأشخاص، ولكن نذكر هذه الأسماء وهذه الشركات من باب المكاشفة، وأنه لا يوجد لدينا شيئا نخفيه. هؤلاء الأشخاص امتلكوا شركات بشكل قانوني وبشكل شرعي، أما إن كانوا قد تحصلوا عليها وأخفوا بداخلها أموالا غير مشروعة فلا أستطيع أن نجزم بذلك وليس دورنا، فبالتالي لا نوجه أي اتهامات إلى أي شخص. أما عن الكشف عن امتلاكه لهذه الشركات فهذا أمر طبيعي، هو شخص ذهب إلى بلدان أو إلى سجلات أو مقاطعات توفر خدمة الأوفشور، إذن هو يعني جيدا ما يفعله، وأن نكشف أنه يمتلك شركة أوفشور ليس عيبا على الإطلاق. لا بس انت بالطريقه التي اخرجت فيها للعالم بان الجميع متهم هنا وعليه نفس براءته بخلاف القاعده لم يذكر الصحفيين الذين شاركوا في هذا التحقيق في هذا التحقيق بشكل عام في اي بلد من البلدان اننا نقدم اي اتهامات أو إدانة ضد أي من الأسماء الواردة إلا الذين كشفنا عنهم. يعني على سبيل المثال ديفيد كاميرون نحن نملك أدلة، رئيس وزراء أيسلندا نحن نملك أدلة، ولذلك اتهمنا مباشرة. علاء مبارك في مصر نفس الشيء وآخرين. أما الأشخاص الذين يمتلكون شركات أو أرصدة في الخارج فهذا شيء لا يدينهم على الإطلاق ولم نوجه لهم أي اتهام. هشام، هل المشكلة الرئيسية أن هذه الشخصيات هي شخصيات عامة مثل ديفيد كاميرون رئيس مجلس الوزراء، مثل ملك دولة عربية، مثل أو ملك دولة أجنبية، هل هذه المشكلة الرئيسية محصورة في هذه يعني الفساد بالتحديد في هذه المنطقة يعني؟ لا، الفساد له جزئية أخرى وهي اعتماد هؤلاء الأشخاص على إحدى الشركات اللي هي موساك فونسيكا، وهي شركة سيئة السمعة تورطت وأدينت عدة مرات في عمليات غسل أموال لأشخاص في أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا وبعض الشخصيات من الشرق الأوسط وأدينت، وبالتالي عندما تستعين بوسيط سيء السمعة وتم إدانته واتهامه عدة مرات وتغريمه عدة مرات في جرائم غسل أموال وتبييض أموال، فهذا يعني أنك كنت تعي جيدا أين تذهب وأين تضع قدميك. أخ هشام، الحقيقة ترددت أنباء أن الرئيس الروسي كان ضالع في العملية وهو قد نفى ذلك وطالبكم بإثباتات وارجعها إلى بعض الدعاوي والسياسية الأمريكية. هذا سؤال، لكن السؤال الآخر، هل ورد أي من المسؤولين الإيرانيين ضالعين في هذا الموضوع؟ شكرا. فيما يخص الجزئية الأولى التي تتعلق بفلاديمير بوتين، فلاديمير بوتين غير متورط شخصيا ولم يرد اسمه، ولكن ورد اسم أحد الأشخاص المقربين منه وهو صديق قديم، ومن الأشخاص المقربين والذين استطاعوا الانتفاع بقربه من بوتين في تحصيل أموال بشكل غير شرعي وتهريبها على هيئة شركات أوفشور في الخارج، وهذا ما وضحناه بشكل كامل. وفي البداية خرجت
وسائل الإعلام الحكومية الروسية لتنفي هذا الأمر، ثم بعد ذلك اتهمت الاتحاد الدولي الصحفيين الاستقصائيين الذي أنا عضو فيه بأننا ممولون أو موجهون من قبل منظمات أو مؤسسات أمريكية، ثم بعد ذلك أقر بوتين بصحة هذه الوثائق. يعني لاحقاً أعتقد منذ أسبوعين أقر بصحة هذه الوثائق. نحن لم نتهم بوتين إطلاقاً، ولكن قلنا أن هناك أشخاصاً مقربون منه، وأستطيع أن أرسل لك التحقيق الذي نشر فيما يخص صديق بوتين المقرب منه الذي تنفع من علاقته وقربه من بوتين. فيما يخص الجزئية الثانية التي تتعلق بإيران، نعم هناك مسؤولين وأشخاص نافذين في إيران تم النشر عنهم ووردت أسماءهم في التسريبات السويسرية، في تسريبات بنما. مسؤولين إيرانيين حاليين أو سابقين؟ أنا غير مطلع بشكل كامل، إذا أردت تفاصيل يمكنني أن أحصل لك الموضوع وأرسله لك. بارك الله فيك. أشكرك. الأخ هشام شكرا لك باسم الأخوة الموجودين، ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله يكون على تواصل معك، وفي مرات قادمة إن شاء الله تكون معنا في البحرين. أشكرك صديقي. أشكرك. شكرا لك. هلو هلو، مرحبا الأخ مصعب، تحياتي، أهلا فيك، كيف الحال أستاذ شريف؟ أنا آسف بس كان عندي تليفون فالمعذرة يعني. أوكي، إحنا الأخوان قاعدين الآن يستمعون لك، إذا عندك مداخلة تقول. إحنا خلصنا المكالمة مع الأخ هشام، وإذا تحب تضيف أي شيء يتعلق بدور الملاذات الآمنة في الفساد الدولي، أو دور كشف الوثائق بينما كشفت أشياء جديدة بحكم خبرتك وإلى آخره، كلنا آذان صاغية، والأخوان بعد ذلك راحين يسألونك بعض الأسئلة. أوكي. تفضل. يعني أهم إشي، أول شيء مساء الخير لك أستاذ، ولل السادة والسيدات الموجودين معك في هذه الندوة الطيبة، وأنا سعيد بالتواصل معك والحديث عن وثائق بنما. حقيقة يمكن زميل هشام أنا ما سمعته، فيعني إذا كان في إعادة بالحكي فالمعذرة. يعني وثائق بنما في نسخها سواء العربية بالأردن أو بمصر أو بالمغرب أو في مصر، سلطت الضوء على فساد النخب الحاكمة في هذه البلدان، أنه هذه في هذه البلدان هناك زواج ما بين رجال السياسة ورجال الاقتصاد، وهذا ينطوي على تضارب واضح في المصالح. فعندنا في الأردن لاحظنا أن هناك رئيس وزراء يمتلك شركات في ملاذات ضريبية آمنة وهو على رأس عمله، وعندنا مادة بالدستور تمنع أن يكون رئيس الوزراء أو الوزراء أو من في حكمهم أن يديروا أعمالا تجارية أو مالية أو شركات سواء عامة أو مسؤولية محدودية أثناء قيامهم. فأتت وثائق بنما لتؤكد ما كان يشك فيه الأردنيين لسنوات طويلة، بأن بعض الشخصيات الأردنية كانت تدير شركات سواء في السر أو في العلن، وهذه أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية، وهنا كان مخالفة دستورية. اليوم المطلوب من الحكومات أنه يعني تأخذ أول شيء، خصوصا في البلدان العربية، كونه في البلدان الأجنبية كان فعلا هناك ربما تجاوب سواء من قبل المؤسسات المعنية بالتحقيق أو المؤسسات المعنية بالشفافية أو السلطات القضائية، كان هناك في تجاوب، لكن في بلادنا العربية للأسف لم يكن بهذا التجاوب بالقدر المطلوب. ما كشفت عنه وثائق بنما، وخصوصا في مثلا الأردن، أنا أتكلم عن الأردن وبعض أيضا البلدان العربية، أنه حجم التهرب الضريبي مهول وكبير جدا.
عندما نقول بالأردن أن هناك 3400 شركة، وأنتم تعلمون أن حجم الأردن بلد اقتصاديا صغير، وحجم هذه الأموال تقريبا 200 مليون دينار أردني، يعني ما يقارب تقريبا 300 مليون دولار أمريكي، حجم مهول من 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 الأموال. هذه الأموال خارج سيطرة الدولة الأردنية، وبالتالي أصحاب هؤلاء الأموال لا يدفعون للأسف الضرائب على أموالهم. ونحن وأنتم أيضا تعلمون أن الأموال التي تدفع للضريبة هي بالنهاية أموال عامة، وهذه الأموال العامة هي تذهب لخدمة المرافق العامة من الشوارع والبنية التحتية، وبالتالي وكأن هؤلاء الذين يتهربون من دفع الضرائب هم يسرقون جيوب المواطنين. أيضا هناك ظهرت في وثائق بنما غير تضارب المصالح والتهرب الضريبي والتجنب الضريبي، أيضا غسيل الأموال، تستخدم هذه الشركات للأسف في غسيل الأموال، وأيضا تستخدم أيضا ليس يعني بطريقة يعني اللي هي بس فقط أنه يكون هناك أعمال تجارية غير شرعية مثل تهريب الأسلحة وبيع الأسلحة وتجارة الأعضاء وتجارة الجنس والمخدرات وما شابه، لا، أيضا هناك كمان تهريب للأموال. نحن مثلا في أو في بعض البلدان العربية هناك قيود على التحويلات البنكية، لكن اليوم من خلال شركات الأوفشور كان هناك تحويلات بنكية هائلة. وهنا قد اليوم المنطقة كلها بتعاني، وخصوصا منطقة الشرق الأوسط تعاني من جماعات إرهابية وإرهاب، قد يكون أحد مؤسسين هذه الشركات له علاقة بالإرهاب، وبالتالي يتم تمويل الإرهاب بدون علم السلطات الرسمية، وهنا أيضا مكمن من مكامن الخلل والخطورة أيضا في حد في نفس الوقت. أيضا يمكن من الأمور كمان المهمة اللي كشفتها وثائق بنما أنه في مثلا بعض الأشخاص عليهم عقوبات دولية، مثل ما يعني مثلا عائلة مخلوف مثلا، وهذه للأسف يستطيع من خلال شركات الأوفشور الهروب من العقوبات الدولية. فهناك العديد من الاستخدامات لشركات الأوفشور، استخدامات غير قانونية كتسجيل شركات الأوفشور هو تسجيل قانوني، لكن كيفية استخدام هذه الشركات هنا المشكلة. هذه الشركات كيف تستخدم؟ هل تستخدم لتضارب المصالح؟ هل تستخدم للتجنب الضريبي أو التهرب الضريبي أو غسيل الأموال أو تهريب الأموال أو يعني زي ما شفنا في الحالة السورية اللي هو ناس مفروضة عليهم عقوبات دولية، وبالتالي يستطيع أن يهرب من العقوبات الدولية من خلال هذه الشركات. اليوم المطلوب من الحكومات وخصوصا الحكومات العربية أنه تقوم بعمل لجان تحقيق، لماذا أسس رجال السياسة في بلدانهم شركات مخفية؟ لماذا؟ لابد هناك من سبب، هل هذه الأسباب هي أسباب مشروعة؟ هناك أيضا نحن نعلم وأنتم تعلمون في منظمة الشفافية في البحرين أن هناك قوانين، من هذه القوانين تفرض على الذين يعملون في السياسة من الوزراء والنواب والأعيان مثلا أو الشيوخ إشهار ذمتهم المالية، لنتأكد إذا كان هناك كسب مشروع أو غير مشروع فيما يتعلق أثناء قيامهم بمهامهم الرسمية. في وجود هذه الشركات لا نستطيع أن نطبق هذه القوانين، لأنه بالنتيجة لا نستطيع أن نعرف من يملك هذه الشركات. الشركات المسجلة في الأوفشور في حالتين، الحالة الأولى تقوم الشركات الكبرى مثل شركة موساك فونسيكا بتوكيل وكيل تسجيل، يقوم هذا وكيل التسجيل بالتوقيع عن المالك في الأمور القانونية وفيما يتعلق بتسجيل الشركة وعقد التأسيس وما شابه، ويكون هو في الواجهة، والمصطلح يصطلح عليه اسم بروكسي، وبالتالي لا يظهر اسم المالك الحقيقي. وهناك في حالة أخرى اللي هي الأسهم لحاملها، وهذه من أكبر للأسف الثغرات الموجودة أو العيوب القانونية الموجودة في نظام الشركات المسجلة في الملاذات الضريبية الآمنة. هذه الأسهم لحاملها، أي شخص يحمل هذه الورقة تكون هذه الشركة له، وبالتالي سهولة انتقال الأموال وسهولة انتقال رؤوس الأموال وما شابه من خلال الأسهم لحاملها أيضا ينطوي على مشاكل خطيرة جدا. ونحن في الحالة الأردنية وجدنا أن رئيس وزراء يدير شركات، هذه الشركات أغلب المساهمين فيها مكتوب الأسهم لحاملها، وهنا ما يعني للأسف علامة سؤال كبيرة أن يكون رئيس وزراء يدير شركة كل المساهمين فيها الأسهم لحاملها. من هؤلاء الأشخاص؟ هل هم
موظفين عموميين، هل تنطبق عليهم المادة 44 من الدستور التي تعنى بمنع تضارب المصالح؟ هل هم من النواب مثلا الذين تمنع نصوص الدستور أن يقوموا بالاستئجار والتعاملات الاقتصادية مع الحكومة؟ هل ينطبق عليهم قانون إشهار الذمة المالية أو الكسب غير المشروع؟ في هذه الحالة هنا القوانين وأيضا نصوص الدستور أيضا معطلة. أيضا مصلحة الضرائب أو دائرة الضرائب العامة عندنا بالأردن لا تستطيع أن تفرض النصوص القانونية، وبالتالي يهرب هؤلاء الشخصيات من تطبيق قانون مثل قانون ضريبة الدخل والمبيعات، وهنا أيضا بالتالي يكون الخاسر هي خزينة الدولة. نحن في الحالة الأردنية ووثائق بنما كشفت بالأردن أن هناك شخصيات عامة دخلت في عطاءات بجسم من الدولة الأردنية وعطاءات بمليارات الدولارات مثل عطاء مصفات البترول يقدر قيمته 2 مليار دولار، وكان في الخلفية رئيس وزراء على رأس عمله خلف هذه الشركة، وبالتالي هو لم يظهر في الواجهة أن هذه الشركات هو له علاقة بها، هناك مستثمر آخر، وبالتالي لا تستطيع أن تطبق عليه النصوص القانونية المعنية في تضارب المصالح. المطلوب اليوم أنه دعوات لإيجاد سجل شركات مفتوح لتقوم مؤسسات المجتمع المدني والصحافة والإعلام والناس أيضا بدورهم في الرقابة على هذه الشركات إذا دخلت في عطاءات عامة، إذا أيضا كان لها تقدم خدمات عامة يجب على الناس أن تتأكد. وأيضا أن نحن نعلم أنه القطاع الخاص أيضا في فساد كما القطاع العام، نريد أن نعرف هل هذه الشركات دفعت رشاوى للدخول في هذه العطاءات؟ إذا لم أعرف أنا من يملك هذه الشركات وما رأس مال هذه الشركات وغايات هذه الشركات، كيف سأقوم كمؤسسات مجتمع مدني أو صحفي أو مواطن في الرقابة والمساءلة ومساءلة هذه الشركات؟ يعني هذا في عجالة ما أود أن أقوله، ولكم يعني إذا كان هناك أسئلة فأنا جاهز. يا أخي مصعب، تعطينا نموذج من طريقة معالجة مثالية في دولة من الدول في العالم اللي ورد أسماءها أو مسؤولين فيها في الاتهام، طريقة من المعالجات العربية المألوفة حتى نعرف الفرق بين الطريقتين. أنا إذا فهمت السؤال أن الصوت بعيد، طريقة المعالجة فيما يتعلق بالدول الغربية، اليوم الاتحاد الأوروبي تواصل مع السلطات في بنما ليأخذ هذه الوثائق ويقوم فعلا بإجراءات فيما يتعلق ب يعني، وهي إجراءات طبعا أكيد متأخرة في التدقيق في السجلات الضريبية والتهرب الضريبي وأيضا تضارب المصالح، لكن هذا يعني ليس علاج يعني ناجع، لأنه هناك الكثير من الشركات مثل موساك فونسيكا، يعني هي ليست الشركة الوحيدة، هي الشركة التي سربت منها الوثائق، لكن هناك شركات أخرى تعمل على شاكلتها. المطلوب اليوم أنا بوجهة نظري يعني كما ذكر المعالجات العربية كان هناك لجان تحقيق، يعني كلها هي عبارة عن ردود فعل لما ظهر في وثائق منها. الأصل أنه يتم معالجته ما يلي، أنه على الحكومات أنه لا توقع أي عطاءات مع شركات عطاءات حكومية ورسمية مع شركات أوفشور ما لم تعلن عن اسم المالك وعن كفاءتها المالية وعن كفاءتها الفنية، لأنه هاي نعرف أنه هاي الشركات الأوفشور بالعادة هي شركات ورقية ليس لديها موظفين وليس لديها خبرة وتأخذ عطاءات، بالتالي وهي تكون هذه العطاءات يعني غير الشركة غير مقتدرة ماليا وغير مقتدرة فنيا، بالتالي المطلوب إيجاد قانون عطاءات يضم كل جسم الدولة. هذا قانون عطاءات يحظر التعاقد مع شركات أوفشور ما لم تصرح عن اسم المالك عن رأس المال عن الغايات عن الكفاءة المالية والكفاءة الفنية. وإذا كانت هذه الشركة ستأخذ مثلا مشروع لتطوير سكة حديد مثلا ما بين عمان والزرقاء، يجب أن تكون هذه الشركة أنجزت مثلا في موطنها الأصلي على الأقل مثلا سكتين أو ثلاث سكك حديد حتى أتأكد أن هناك كفاءة فنية. فيما هذا فيما يتعلق في نظام العطاء، فيما يتعلق في نظام
اللي هو الشفافية وإشارة الذمة المالية. يجب أن يكون إشارة الذمة المالية فيما يتعلق برجال الدولة اللي هم من وزراء، رؤساء وزارات، أمناء عامين للوزارات، مدراء عامين وأعيان ونواب، أن يكون هذا السجل مفتوح. ليش مفتوح؟ لأنه يسهل بالتالي وشفاف، بالتالي يسهل التتبع والرقابة عليه. وبالتالي إذا واحد اكتشفنا أنه عنده شركة أوفشور مش معلن عنها، يسهل أن يتأكد أنه هل أفصح عن جميع أملاكه أم لم يفصح. وأذكر في أيضا في إشارة الذمة المالية أرجو الكشف إذا كان لديك حسابات مصرفية في بنوك أوفشور، أو أيضا إذا كان لديك شركات أوفشور. هذا فيما يتعلق بجانب إشهار الذمة المالية والكسب غير المشروع. أغلب التعديلات يجب أن تكون هي تعديلات إجرائية وتشريعية في المقام الأول. فيما يتعلق أيضا في تضارب المصالح، يجب أن يكون يعني نصوص واضحة أنه على سبيل المثال الأردني اللي بده يروح يسجل شركة أوفشور والقانون يفرض عليه مثلا ضريبة في بلده، في بلد الأم، أن يكون مثلاً إذا كان السبب هو التجنب الضريبي، ونحن نعرف أن التجنب الضريبي هو قانوني، أنه يكون هناك إفصاح، حتى هذا الإفصاح عن الشركات اللي موجودة في الخارج من خلال التعاون بين المصالح اللي هي أو الدوائر الرسمية المعنية بتسجيل الشركات في البلدان. مثلاً على سبيل المثال دائرة مراقبة الشركات بالأردن، ولا أعلم اسم الدائرة المعنية بتسجيل الشركات في البحرين، أن يكون هناك تعاون فيما يتعلق مثلا بتسجيل أسماء الأردنيين. إذا كان أردني يريد أن يذهب إلى البحرين ويسجل شركة، يجب أن يكون هناك تدقيق وتواصل ما بين الجهات الأردنية والبحرينية، بالتالي هذا يسد الباب على من يريد أن يقوم بأعمال غير مشروعة. يعني التكاثف الدولي والتعاون الدولي كمان هذا مهم. أيضا فيما يتعلق ب اتفاقيات الازدواج الضريبي، وهذا أيضا مهم. اتفاقيات الازدواج الضريبي مثلا بين الأردن مثلا والبحرين، أو بين الأردن والسعودية، أو بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، يجب مثلا أن تنص صراحة أنه إذا كان في هناك شركات أوفشور أنها تخضع هذه للضريبة، وشرط أنه يعلن اسم المالك. وبالتالي إذا قرر أنه يتهرب من دفع الضريبة في الأردن يدفعها في أمريكا، وبالتالي إذا كان مواطن أمريكي يتهرب من دفع الضريبة في الأردن يدفع ضريبته للأردن ولا يدفعها في أمريكا، ويكون هناك تبادل فيما يتعلق باتفاقيات الازدواج الضريبي، وهنا أيضا تكون حل يعني شبه مؤقت للمشكلة. شكرا للأخ مصعب، ما قصرت. باسم الأخوان أشكرك مرة ثانية، وإن شاء الله نلقاك في البحرين في فرصة أفضل منها إن شاء الله. بعد شهر شكرا إن شاء الله. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟ الله يخليكم. معكم أحمد الحداد من جمعية من مجموعة بحرين 19. فحبيت أن بس ألقي عليكم البيان. طبعا تحتفل مجموعة بحرين 19 المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والصحافة باليوم العالمي لحرية الصحافة مع باقي الصحفيين والإعلاميين في كل أرجاء العمل في كل أرجاء يصادف اليوم 3 مايو لعام 2016، وهو فرصة للاحتفاء بالمبادئ الأساسية لحرية الصحافة ولتقييم حرية الرأي والتعبير والصحافة والدفاع عن وسائل الإعلام المتنوعة أمام الهجمات التي تشن على استقلاليتها، وكذلك هو فرصة للتعبير عن إجلال الصحفيين، إجلال للصحفيين الذين لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم، وكذلك تذكر الإعلاميين والمصورين الذين تم اعتقالهم بسبب عملهم الإعلامي في البحرين أو في العالم. وتطالب بحرين 19 السلطات في البحرين بإطلاق سراح جميع الإعلاميين والمصورين والمدونين والناشطين الإلكترونيين الذين تم اعتقالهم على خلفية ممارستهم لحرية الرأي والتعبير وإسقاط التهم الجنائية بحقهم وضمان الحريات الإعلامية، لأن تلك الأعمال ساهمت في تراجع مستوى الصحافة البحرينية على مستوى العالم. كما تطالب بحرين 19 هذا العام بسرعة سن قانون عصري للصحافة والمطبوعات والنشر يحمي الصحفيين من السجن والمضايقات ويتماشى
مع القوانين العالمية والتزامات البحرين الدولية بحقوق الإنسان، وإلغاء حجب المواقع الإلكترونية وعدم استمرار آليات الحجب بقرارات إدارية، وإنما نطالب بقانون ينظم الحجب القانوني وعبر القضاء وسن تشريع حرية الوصول للمعلومة، وإقرار قانون للصحافة الإلكترونية والسماح للقطاع الخاص بالعمل في قطاع الإذاعة والتلفزيون، ومراجعة جميع التشريعات الخاصة بالشأن الإعلامي في سياق تنقيحها من أي عقوبات سالبة للحرية، وأي نصوص تحد من الحريات أو تشكل سببا في تقييدها، والحد من فاعلية الإعلام وتفاعله الموضوعي مع الأحداث والتطورات بما في ذلك قانون العقوبات، وأن تشمل مراجعة التشريعات ضمان سرعة انسياب المعلومة. وتشد مجموعة بحرين 19 على يد الإعلاميين والمدونين والنشطاء الإلكترونيين داخل البحرين وخارجها، ممن استمروا في عملهم على رغم المخاطر والمضايقات والتحجيم والمراقبة التي يتعرضون لها، لإيصال الكلمة الحرة ولإيصال صوت الشارع سواء كان ذلك في الحرب أو في السلم. شكرا لكم. شكرا للأخ أحمد، مجال مفتوح لمناقشة موضوع حلقتنا اليوم، وهو وثائق بنما والملاذات الآمنة ودورها في انتشار الفساد. تفضل داحل الإضافة. بس جوت خلينا نسوي التكريم أول. التكريم بداية لأنه يرتبط بالموضوع يعني. لأن عادة في الأخير حتى ما نخربط الجلسة. لا ما في الحكي خلاص ما غيره. تفضل. من خلال دوركم كجمعية للشفافية. طبعاً بنوك الأوفشور في البحرين كما نعرف يعني بدأت يعني قد تكون في وقت مبكر. وقد تكون هي الأولى في منطقة الخليج، فهل عندكم تتبع لهذه البنوك وعدد هذه البنوك، وهل هي بنوك قائمة أو إن هي بنوك وهمية؟ شكرا. أنا أعتقد أن سيد هذه يبلي ورقة. أنا أعتقد أن الشيء الأساسي، أول شيء نشكر جمعية الشفافية على هذه الدعوة وهذه الفعالية. الشيء الأساسي أنا أعتقد بالنسبة لنا نحن في العالم العربي، ويمكن هو اللي يهمنا أكثر، واللي نلاحظ حتى العالم خارج العالم العربي أيضا مهتم به، هو أن رغم قانونية الأوفشور، وهي مثل ما ذكروا أنها قانونية في البحرين من زمان وفي دول الخليج، يعني اللي تلت البحرين في الخدمات المصرفية أيضا يعني قطعت شوط حتى الآن طافت البحرين، يعني البحرين صارت الحين فرع يعني بالنسبة للإمارات وغيرها من دول الخليج. لكن الشيء الأساسي هو بغض النظر عن قانونية هذه الأمور، هي أن ناس في مستوى زعماء عامين، مثلا رؤساء أحزاب سياسية أو مثلا قادة سياسيين، حكام، ملوك، وزراء، هي القضية هنا يعني. هو حتى له قانوني، هو كوزير أو كمثلا مسؤول حكومي كشخصية عامة، كيف يروح يأسس شركة في أوفشور ومعلوماته تكون خافية عن الناس؟ ناهيك عن أن قانون، من الواضح أن القوانين والدساتير العربية كلها تقريبا تمنع اشتغال الشخصيات العامة السياسية، شخصيات الدولة تمنع اشتغالها بالاستثمار وبالأمور هذه كلها. فنعتقد التركيز كله على هذه يعني المسألة، وهذا يقودنا إلى ما يسمى بقانون الذمة المالية اللي الحين تتكلم عنه البحرين، واللي أصلا في الأصل هو يعني حسب الأنظمة العالمية وضع قانون الذمة المالية من أجل محاسبة المسؤولين اللي يصرفون الأموال العامة. لكن الآن الملاحقة قاعدة تصير للجمعيات السياسية، للجمعيات الأهلية، يعني يصدون عيونهم عن المكان الحقيقي اللي لازم تعالج فيه مسائل الذمة المالية، ويحولونها إلى الجمعيات الأخرى لأسباب سياسية أو غيرها يعني. تفضل.
يعني هو من أول ما ظهرت يعني ظاهرة الأوفشور جزر كيمان أو سلومون كان واضح أنه هاي مجال للتهرب الضريبي من جهة ولغسيل الأموال من جهة ثانية عبر الأوفشور. الآن من ذاك الوقت إلى الحين كشفت هذه الأوراق ليس نتيجة عمل منظم من قبل المجتمع المدني أو من قبل الرقابة الدولية اللي توصلت إلى الفضائح اللي نشرت من خلال هذه الأوراق اللي كشفت. كشفت لأن هذه الأوراق توفرت بيد جهة معينة وربما هالجهة لها مصلحتها في أن تنشرها في هذا الوقت بالذات وليس قبل سنة وليس أن تأخرها إلى بعد سنة. إنما مجرد كشف الآن يطرح درس مهم، يعني إنه كيف يستفيد المجتمع المدني على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني من خلق آلية لمراقبة حركة الأموال حول العالم. المشكلة أن من يتصدى الآن لمراقبة غسيل الأموال وغيره يعني معروف بنك أوف أمريكا هو المسؤول عن مراقبة حركة الأموال ومتابعة غسيل الأموال. للغرابة يعني المفارقة الشديدة أنه نائبة رئيس هذا البنك، هذا قبل حوالي يعني عقد من السنوات كشفت، هي واحدة روسية اسمها تاتيانا، أمريكية من أصل روسي، اتضح ان هذه تدير شبكة غسيل الاموال حول العالم من داخل البنك. من داخل البنك البنك اوف امريكا. ايوه، ف يعني هذا يطرح سؤال انه في حاجة الى رقابة من نوع اخر بديلة على المستوى العالمي على المستوى الوطني. دور الحكومات من جهة، دور البرلمانات ودور لا، هذا يحتاج الى العمل على هذه الآلية. وممكن من يعني انه الجمعية الشفافية هنا او الجمعية الشفافية العربية او غيرها تطرحها في مؤتمرات الشفافية الدولية او على المستوى الوطني بالتعاون مع المنظمات الوطنية لإيجاد طريقة لمتابعة حركة الأموال. شكرا. مساء الخير، شكرا لجمعية الشفافية. أنا حقيقة أريد أثير نقطة وهي موضوع غسيل الأموال لا يتوقف فقط على الجزر أو الملاذات الآمنة. واضح جدا في دول الخليج حتى تحديدا في كثير من الدول العربية هناك شركات وهمية كبيرة يتم من خلالها توظيف الأموال على شكل مولات، على شكل مجمعات، على شكل عقارات. كثير من من الأفكار اللي تطرح وتبتكر في واقعنا اليوم احنا نشوفه ونعايشه يعني بدون تسميات. وتقديري انا انه يعني نحن امام حاجة الى ان نفرق بين الرقابة اللاحقة والرقابة السابقة. واضح هذا الكلام اليوم اللي هي وثائق بنما او غيرها هي تتكلم عن رقابة لاحقة، يعني انت تكشف شيء تم قبل 10 سنين او 20 سنة او 3 عقود من الزمن، بينما انت بحاجة الى ان تكشف ما يتم الان، لان ما يتم الان هو اكثر خطورة واكثر تأثير على الواقع. اللي فات فات بالنسبة الى كثير من الناس، الاموال راحت وطارت لطيوب ارزاقها مثل ما يقولون. فانا سؤالي كيف يمكن تعزيز القوانين والانظمة التي يعني تبرز وتساعد في دفع القوانين التي تجبر المسؤولين على كشف ذممهم المالية مثل ما طرحوا الأخوان، وأيضا على تحقيق رقابة حالية لاحقة سواء من مؤسسات مثل الشفافية أو غيرها. يعني جمعية الشفافية ومؤسسات شبيهة سواء محلية أو خارجية مطالبة أن يعني تكون متابعة ولصيقة في كثير من المؤسسات الموجودة على أقل تقدير، وتصدر تقارير وطنية وتصدر تقارير دورية بحيث أن الناس تتابع ونبدأ في تعزيز ثقافة الشفافية. أعتقد إحنا محتاجين إلى يعني نوع من تكريس هذا المبدأ أكثر بحيث أن الكل يبتدي يفكر بهذا الاتجاه. شكرا. تفضل. أولا شكرا سيد على الدعوة، شكرا على الحوار، حوار شيق أمانة، وكل يتعلق بأموال حقيقة يعني أنا ما كنت أظن أن هالحسابات وهالحسابات الدول كلها بتتم بطريقة يعني غير شفافة.
لكن يبدو أن هذا المسار يعني هو هو يعني المتبع دوليا يعني أو وما هي اللي نراها مثل ما أوضح أخونا أبو مجيد يعني فوق السطح اللي تحت السطح يبدو شيء أكبر وفوق قدرات المراقبة الفردية أو البرلمانات يعني الوطنية الهشة بالذات لا تبغى مراقبات أكبر من هذا. في كل الأحوال شكرا لك سيد وللشفافية اللي سمعنا كبير. أي شكرا. يعني دور الشفافية المفترض بما أن في ذمة مالية معناته هي عندها لستة من الناس اللي مطلوب يقدمون تقارير الذمة المالية ومن نواب وعيان ووزراء ومدراء وكلاء ويعني كشف يعني الموقع موقع الجمعية يجب يكون هو اللي مصدر هاي المعلومات اللي لرصد الفرق ما بين يعني بعد فترة انتهاء عمل أي شخص. هل هاي في موجود نية؟ شكرا. أنا بس بضوي على بعض المعلومات. يعني مثلا في البحرين فيما يتعلق بوثائق بنما لنشر الصورة اللي أمامكم توضح حسب طبعا موقع اتحاد الصحفيين الاستقصائيين الدولي ان هناك 13 شركة لها علاقة او وردت اساميها في الوثائق في 11 عميل وفي تقريبا هناك 74 مستفيد. من هم وكيف يتم تصنيفهم وما هو الدور اللي يلعبونه وإلى آخره هذه لم يصلوا لها أو ما حصلوا أحد مثلا أنه يكشف الأوراق. ربما يوم 9 مايو حسب الوعود اللي هم تكلموا عنها أنهم بيطلقون أكبر حجم من تحليل لهاي الوثائق ربما ترد البحرين على خارطة ما يتم كشفه من هذه المعلومات. بالنسبة للأخ أبو غسان بنوك الأوفشور طبعا بنوك الأوفشور تاريخيا في البحرين بعد ما انتقلت من لبنان ويت البحرين في 75 بعد الحرب الأهلية في لبنان طبعا يعني اشتغلت ضمن قوانين محلية تطورت هذه القوانين إلا أن احنا في الشفافية بصراحة يعني لم نتطرق أو لم نطرق هذا الباب على الإطلاق ورحم الله عمران عرف قدر نفسه. احنا ندوات بسيطة بعض الأحيان نسويها في أندية تمنع وكلكم عرفتون مثلا عندنا ندوتين منعت في نادي العروبة واضطرينا نجي هني ولذلك كنا حتى نختصر الطريق على روحنا بدون الأرباكات تكون دعواتنا خاصة للأشياء الحساسة هي دعوات محدودة وما نقدر نسويها عامة بهالسبب. هذا المجتمع المدني في البحرين وفي كل الدول العربية وأنا قلت في أحد التصاريح الصحفية ليس في أحسن حالاته بل في أسوأ حالات نمر فيها في المجتمع منظمات المجتمع المدني في البحرين بحكم القانون اللي يطبق علينا والقانون المقترح الذي يطبق علينا بصفة إجراءات إدارية أو إجراءات وزارية أو إجراءات تصدر من الجهات المعنية وإلى آخر. يعني إحنا على سبيل المثال في الشفافية نتكلم عن نفسنا كان مثلا إلى خلينا نقول منتصف الألفية ممكن تحصل دعم من منظمات دولية وتقوم بعمل في البحرين مثلا مشروع ثقافي أو مشروع توعوي وإلى آخره. احنا في 2014 حصلنا على مشروع اسمه النزاهة في أوساط الطلبة الجامعيين كنا نستهدف 120 طالب وطالب جامعيين ندربهم على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد كيف مكافحة الفساد وإلى آخره لأن كانت نظرتنا هذه أن احنا نتوجه للشباب لأن اللي في الجامعات وهم على مقاعد الدراسة لأن هذين هم اللي بيكونوا قيادات المستقبل.
لأن للأسف هذا الشديد، للأسف الشديد هذا المشروع منع الحصول على تمويل من، احنا حصلنا على تمويل من مبي، ومبي مثل ما تعرفون تقدم مشاريع لبعض الجهات والوزارات الحكومية وإلى آخره، لأن احنا منظمات المجتمع المدني منع علينا هذا التمويل، فبالتالي لم نتمكن من إقامة هذا المشروع. كان مشروع طموح يعني في حدود 40,000 دولار، يعني لأنه كان 120 ولمدة تقريبا 3 شهور كان المشروع محاضرات وورش عمل وإلى آخره، لأنه لم نتمكن من، وقعنا كل الاتفاقيات، سلمنا الوزارة كل الاتفاقيات والمستندات، واجبنا على كل الاستفسارات بما فيها أرقام الحسابات اللي بتحول منها هذه المبالغ، ومع ذلك في الأخير رفضوا. هذا هو حال المجتمع المدني في البحرين وفي كل الدول العربية. تعرفون في دول العربية كثيرة أغلقت أمس صحفيين تم إلقاء القبض عليهم أمس أو اليوم، في مصر على سبيل المثال من بطن شو اسمه نقابة الصحفيين. هذا هو الوضع يعني، فبالتالي الجمعية ما عندها ذيك الإمكانيات اللي إذا ما يسمح لنا بأن احنا نحصل على تمويل خارجي، ولا تقدم لنا ولا يقدم لنا الدعم المادي من خلينا نقول داخل البلد، لا نستطيع ان شو اسمه. قالوا لنا سووا حمله تبرعات، عملنا حمله تبرعات، للحين ما حتبرع لنا بشيء مع المؤسسات محدوده بعد الاعتماد. زين، هذا في الجانب الاول. في الجانب الثاني اذا تسمح لي، الجانب الثاني هو تعزيز القوانين اللي تتعلق بالذمه المانيه. طبعا احنا يعني سؤالين حق الاخ كريم والاخ محمد، احنا ليس جهة ذات علاقة في الحصول على مستندات الذمة المالية. الذمة المالية في الوزارات توجه الى مجلس الوزراء على ما اعتقد، او الجهة القانونية لهم، وهناك آلية حسب القانون. وفيما يتعلق بالنواب توجه الى النواب، ومجلس الشورى توجه الى الشورى، وما يتعلق بالوزارات القيادات تقدم الى جهة حكومية. احنا ليس لنا سلطة، لان احنا كنا نطالب في الجمعية البحرينية للشفافية بان يتم الاعلان على الصفحة الحكومية الإلكترونية للموقع المالي، أو خلنا نقول ما يمتلك كل مسؤول في الدولة، وخاصة المسؤولين التنفيذيين. وهذا ما تطبق عليه البرازيل. البرازيل مثلا تدش على الصفحة الإلكترونية للحكومة، تبحث عن أي وزير، البرازيل وسنغافورة يمكن الأخ جليل تعرف هذا الوزير وشو عنده وشو ما عنده وكم معاشه وكم يصرف وكم إلى آخره. هذا موجود، احنا نطالب بهالمعلومات هذه انها تكون متاحة خاصة للجهاز التنفيذي في الدولة اللي يتخذ القرارات اللي بناء عليها تنعكس هاي القرارات إلى أموال. وثائق بنما يعني لو نرجع لها، بالنسبة يعني هي فتحت مجال جديد للشفافية الدولية ولكل من يتابع موضوع مكافحة الفساد. وبالمناسبة هذا اللي كشف هي نقطة من بحر، مثل ما قال الأخ عبد الهادي، ترى هذا يعني أقل من قمة الجبل. زين، لأنه هو كشفوا عن ممارسة شركة في ملاذ آمن واحد، هناك شركات أخرى في نفس الملاذ، وهناك 21 ملاذ around the world يعني في جميع أنحاء العالم 21 ملاذ. فبالتالي هناك يعني مئات إذا لم تكن آلاف الشركات اللي تقوم بنفس العمل وبطرق مختلفة. ودائما يعني مثل ما يقولون الجريمة تسبق طريقة اكتشافها. هذا ما عندي. الأخ كريم أنا قطعتك. الوزير الجديد يعني ما حضرتون جميل الآن تغيير الوزارة؟ والله طلبنا مقابلة الأستاذ جميل، صار لنا ننتظر هالمقابلة شهرين ونص. هذا يعني يعطيك مؤشر.